صباح الخير لكل المشاهدين يلي انضموا لنا ولكل يلي رح يتابعوا هذا اللقاء. ما تفكروا انه هذا لقاء في ولا نتفة تشاؤم، في ولا نتفة حديث عن الموت. بدل ما يكون العنوان اليوم كيف نحضر حالنا للموت، انا بالاذن منك ديما اسطنبولي رح اقول اليوم عنوان الحلقة النعم، وكيف نكون كل يوم عم نتشكر، نكون عنا يعني عن جد جراتيتيود لكل شيء نحن عايشينه، لانه عن جد ما بنعرف قيمه كل شغله عنا اياها وبناخذ كثير اشياء فور جرانتد. كيف نكون دائما حاضرين، كيف نكون دائما عايشين بسلام ونحن عارفين انه هيدي اللحظه رح تجي. صباح الخير لك واهلا وسهلا فيك ديما. صباح النور ديما. لحتى نفسر اكثر لكل اللي عم بتابعونا عن شو بدنا نحكي اليوم، رح نشوف سوا مقتطف ونرجع نبلش الحديث معك. مرحبا. رجال بفيق الفجر على صوت حدا عم بدق على باب بيته، عم بدق على باب بيته بقوه كبيره. بيقوم دغري من تخته وبيروح صوب الباب قبل ما تفيق عائلته، وهو عم بيقول بقلبه ان شاء الله خير، ان شاء الله ما حدا بعرفه يكون صاير معه شيء. الباب بعده عم بدق بقوه، ولما يفتح الباب بيتفاجأ بيلاقي شخص غريب على باب بيته. بيطلع فيه وبيقول له معقولة عم بتدق على باب الناس الفجر وعم تعمل كل هالضجة؟ جاوبه الشخص وقال له هالضجة ما حدا سمعها غيرك، وما حدا بيفيق عليها غيرك. يلا حضر حالك وامشي معي. طلع فيه قال له امشي معك لوين؟ قال له اجى الوقت واجت النهاية، بدك تمشي معي. قال له كيف وعائلتي؟ قال له عائلتك بتدبر حالها من بعدك. قال له طيب انا ولادي صار لي جمعه مش قاعد معهم، خليني فوت اغمرهم. مرتي نامت زعلانه مني، خليني فوت صلحها. قال له ما في وقت. ليش ما صلحت قبل؟ وكان معك كل الوقت. ليش ما غمرت ولادك ولعبتهم؟ قال له طيب على القليل خليني اتصل بامي وبيي، صار لي اكثر من شهر مش شايفهم، خليني احكيهم واسمع صوتهم. قال له ما بقى في وقت. كان لازم تستفيد من كل لحظة عطاكيها الله. ركع هالشخص على الأرض وبلش يترجاه، أعطيني بس 10 دقايق، أعطيني بس نص ساعة، خليني ودع اللي بحبهم. وهالرجال يطلع فيه ويقول له لا يلا بدنا نمشي. بهاللحظة قلبه عم بدق بقوة، بيوعى من كابوسه، بيطلع بيلاقي إنه هو بعده عايش. بس هالكابوس ممكن بحيالله لحظة يصير حقيقة. أول شي عمله طلع لفوق، شكر ربه إنه أعطاه يوم جديد، أعطاه فرصة جديدة بالحياة، مش بس ليتقدم بشغله ولا يطلع مصاري، لا ليحب اللي حواليه حتى يستمتع بوقته مع أهله ومع أولاده ومع زوجته. النعمة اللي بيعطينا إياها الله أوقات كتير منعيش ونحن مش مقدرين اللحظات اللي فيها والأشخاص اللي فيها. ما حدا بيعرف أمتين بيندق بابه. صباح الخير مجددا ديما اسطنبولي. زبدة هذا المقتطف يلي حضرناه إنه عن جد وهيدي حقيقة، يعني مرات في أشياء بالحياة بصير فيها أخذ وعطا، بينعمل عليها ديبيت، بس هيدي الحقيقة ما بتتغير. عن جد نحنا ما بنعرف ولا فينا نعرف، لو قد ما كنا نحنا حكيمين، لو قد ما كنا مثقفين، لو قد ما كنا معلمين، هيدي الشغلة ما حدا بيعرفها، وهي عن جد بس بإيد الله. بقى قديش لازم نكون حاضرين وليش لازم نكون حاضرين لهيدي اللحظة وكيف لازم نكون حاضرين؟ على فكرة وقت وصل لي هيدا الفيديو أول شخص فكرت فيه أنت، لأنه بالعادة على طول بنهي حديثي بقول اذا كان اليوم اخر يوم من حياتكم كيف بتحبوا تقضوه؟ كثير غايب بيقولوا لي ديما بليز، انه على طول بنفكر موت. انا بالنسبه لإلي وعلى طول برجع على البيرسونال اكسبيرينس تبعي، النهار اللي قررت اني اعيش اللحظه كان هيدا النهار عم بقول طبعا جد، انه انا قاعده عم ببكي وعتلاني هام انه فشلت بهالشغله وفشلت، لانه بالعاده نحن بنفكر فشلنا بعدين بنحكي لازم نفكر، بس انه شو بدي اعمل؟ لقيت حالي عم ببكي وفكرت انه عن جد اذا متت انا هلا شو معقوله اوقف قدام الله واقول انه سوري ما انتبهت انه انا هيدا الوقت ما بعرف ايمتى بخلص،
سو مشان هيك كثير حبيت اني شارك هيدا، خصوصا من شاشه الاو تي في، لانه بعرف قد ايه من ورا العالم اللي بيكوني من كل العالم، وعن جد امريكا، من انجلترا، وين ما في محل الا ما حدا بيحكينا، وبدي الكل اليوم عن جد يفتحوا عيونهم ويفتحوا قلبهم، يفتحوا ضميرهم، يفكروا عن جد بتحرز هيدي الحياة انه نخلي القصص معلقة، خصوصا بيننا وبين العالم اللي بنحبهم. ديما بأي عمر منبلش نتحضر لهيدي الشغلة؟ في أكيد سبيشال كيسز بعائلات يمكن بكون عندهم حالة وفاة بعمر كتير صغير، بيتقربوا أو بيتعرفوا على الموت بعمر كتير صغير، بيصيروا يسألوا أسئلة كتيرة، بخافوا كتير من الموت. يمكن بكون أسهل إنه نفتح هيدا الموضوع معهم، ولكن في عيال تانية بعيد شوي نوعا ما عن هذا الموضوع. مفروض نحن نقعد الأولاد على 9 سنين نحكيهم بهذا الموضوع، لأنه رح يشوفوا حواليهم ناس عم بيفقدوا ناس لو هن ما صارت معهم. ليكي انا ما ولا مره بشجع نقعد، حتى لما عم نربي اولادنا على حي الله موضوع نقعد ديركت تو ادرس هيدا الموضوع وجه بوجه. على طول بفضل، بما انه حكينا قبل كيف نحن الولد ببلش من الزيرو لصفر ل7 سنين، ببلش يعمل ابلود للبروجرامز تبعه اللي رح يفيدوه بالحياه، من السبعه ل12 بطور هالبروجرامات بضلوا عم يستعملوا. جرب انه على طول بالحديث، خصوصا نسمع على التلفزيون حدا مات، بنشوف بالعزوات كيف نحن الكالتشرال يعني الثقافه تبعنا هي كيف نحن بنزعل ومن لبس اسود وكل هيدا، وبنعطي على طول المساج انه هيدا الشيء كثير حزين. لازم نحكي انه اكيد نحن بنزعل انه عم نفترق مع هول الاشخاص، بس مقابله لازم على طول يكون في بالانس، نحكي على شو في بعد ما نحن نترك هيدي الارض، شو في نحكي عن علاقتنا بالله. بتقولي لي يمكن في عالم ما بيفكروا انه الله، يمكن ما بيؤمنوا. انا على طول بقول للعالم اللي بيامن واللي ما بيامن، انت اليوم ما بنعرف شو في بعد، اعتبري حدا ما بده يعترف بهيدا الشيء، طب هيدا النهار هو نهار اللي باقي لك لانه ما بتعرف. سو على طول نعطي هيدا هالامبريشن انه كل ثانيه بحياتنا هي نعمه موجودين فيها تنعمل شيء، مش بس مصاري مثل ما قال الفيديو، مش بس مصاري، مش بس انترست شخصيه. هون خليني اخبرك ريسيرش عملوها لتعرفي قد ايه مهمه القصص. لما نكون عم نحكي على هول المواضيع نحكي كمان انه نحن اليوم موجودين شو لازم نعمل. عطيو ريسيرش كثير قديمه، وقتها عطيو 20 دولار كانت ال 20 دولار 30 سنه بتحرز، عطيوها لاول جروب وقالوا لهم روحوا اشتروا شيء فيها بتحبوا، شيء بتحبوه. راحوا اشتروا، كانوا عاملين مثل ايفالويشن ليشوفوا قبل وبعد كيف الانسان بيكون مبسوط او لا. خلصوا هيدي الاكسبيرينس، رجعوا جابوا هول الاشخاص بعد جمعه عطيوهم 20 دولار وقالوا لهم روحوا ابسطوا حدا فيها. عملوا يمكن قولوا ميرسي لحدا بهول المصاري، عملوا لهم شيء اكسبيرينس او شيء. لما عملوا الايفالويشن لاحظوا انه العالم اللي كان معهم المصاري وعملوا شيء لحالهم ما وصلوا للهابينس والسعاده الذاتيه اللي وصلوا لها لما عملوا شيء لحدا غير. بقى بالتربيه تبعنا ببيوتنا نحن وعم نربي اولادنا نخبرهم انه هيدي الحياه مش شيء لازم نتعلق فيه، هي شيء لازم نستفاد منه لالنا للعالم اللي حوالينا. ديما قديش صعب نتقبل هيدي الفكره؟ يعني يمكن من الأمور اللي فينا نشتغل عليها نحسن حالنا فيها، بيمرق على راسي كتير أشياء، ولكن تقبل الموت صعب كتير، نحضر حالنا للموت صعب كتير، وبنسمع كتير كمان جادجمنتس من العالم اللي حوالينا، إن كان إذا عم نحكي تنقول إنه لو بعمر كتير مبكر، إنه أنا إذا متت بدي البيت يروح ل ابني مش بنتي مثلا. انا بس موت يعني بصير واحد عم يكتب وصيته بصيروا بينعتوه، يعني انه انت واحد نكد، انت واحد متشائم، انه بكير بعد. وهو
اتس نيفر بكير لانه عن جد ما حدا بيعرف. صح، ما حدا بيعرف متى بتجي الساعة، وهون بما انك حكيتي على الوصية وحكيتي على هي الشغلة، أكيد مش هين، بس لما نحن عم نحكي اليوم عنها عم نوعي العالم على أهمية هيدا الموضوع، على أهمية إنه طيب إذا عن جد صارت معي، إذا أنا عارفة من قبل، إذا أنا من قبل براسي بعرف إنه منا نهاية، بعرف إنه هي بداية جديدة، بلش بتعامل مع الحياة عن جد مش بأتاتشمنت بالتعلق. أنا بالديكسيونير تبعي التعلق بحيالله شيء هو شيء منه مزبوط، لأنه بخليني أحس ما بدي أخسره، بصير بتصرف عن طريق النيد مش عن طريق أنا شو بدي بالحياة. وهون قديش في عالم، أنا عم بحكي من أستراليا بس بأكد لكم وين ما كان حول العالم، قديش في عالم اليوم ما عم يعطوا وقت للشيء المهم بحياتهم، لأنه بالنسبة لألهم أنا بدي أمن مستقبل أولادي، بدي روح جمع لهم مصاري. باي ذا تايم هالولاد صاروا 20 سنة اللي كانوا قبل عايزين منكم الاتنسيون، وصلوا لمحل حتى مصرياتكم مش عايزينهم. صار عم نخسر كلنا وقت لأنه خايفين من المستقبل، لأنه بدنا نأمن المستقبل. طب تخيلي لو عن جد دقت النهاية على بيت، كنت رح فكر يا الله يا ريت طلعت شوية مصاري زيادة تأمنهم، ولا فكرت طلعوا بالقصة اللي حكيناها؟ أول شغلة يفكر فيها هيدا الشخص إنه ما قضيت الوقت اللازم مع الأشخاص اللي أنا. الواحد دايما بيستحق الأشياء بهيدي اللحظة، بهيدي اللحظة الحاسمة بحياته. من هيك يمكن أكبر درس نتعلمه إنه ما ناخد شيء فور جرانتد. بنسمع من أولادنا كتير ترك التليفون، لعبي معي، ومنقول انه بكره، ومنصير ناجل هيدا الكواليتي تايم يلي نحن مفروض نقضيه مع اولادنا، مع الناس اللي بنحبهم، بنشوف الناس باي مناسبه اجتماعيه بدل ما يكونوا عم بيحكوا مع الشخص اللي مقابلهم ويكونوا عم بيعملوا اي كونتاكت، تليفونهم بيكون دائما بايدهم، وبيعطوا اولويه للشاشة بدل ما يعطوا أولوية للشيء الحقيقي اللي موجود قدامهم. يعني taking things for granted كتير كتير غلط. ليكي مع أنه منكون عارفين، يعني تعي نحكي عنا كلنا، منكون عارفين أنه نحن ما لازم نكون لسي على هالموبايل، ومنكون عارفين أنه لازم نعطيهم وقت، بس ما منقدر. هون أعطيكم بروف سيانتيفيك على هيدا الموضوع برشاش تاني، انه جابوا اثنين جروب. بتعرفي ليش كثير مهم نحضر ونعمل بلان عم نحكي لوقتنا مع اولادنا؟ جابوا اثنين جروب ستودنتس وقرروا يطلبوا منهم ينقوا شو بدهم يحضروا موفيز، اوكي، على ثلاث ايام. اول جروب ما حضر ثلاث ايام، صار كل يوم يروح ينقي الموفي اللي بده اياه. والجروب الثاني عطيهم شوا انه لازم يحددوا كل يوم نوع الموفي اللي بدهم يحضروا. كان في نوعين موفي، الموفيز اللي لها معنى اللي بتعلم شيء بالحياه اللي بدها تفكير، والموفي اللي هي مثل سبايدر مان وهول القصص اللي بيقطعوا بسرعه. الجروب اللي كان كل يوم لازم ينقي شيء دغري كان عم ينط على القصص اللي الافلام مش البايخه بس اللي ما كثير بتعلم شيء، وكل يوم يوصلوا تينقوا شيء، ينقوا شيء الاهل، يعني ينقوا شيء اللي ما بده تفكير. بينما الجروب الثاني حطوا انه اول يوم بدهم شيء ما بده تفكير، ثاني نهار بدهم شيء مهم، وثالث نهار بدهم شيء مهم. لما قارنوهم لاحظوا انه الانسان بطبيعته على طول بيروح للشيء الاهين له، الشيء اللي بيجيب له السعاده السريعه بدل المماطنه 100% بدل ما يضطر لبعدين. سو هون تخيلي وين بدنا نبلش نفكر؟ بدنا نبلش نفكر من هيدا المنطلق، انه اذا انتم ما حطيتوا هيدا الوقت وثبتوا بينكم وبين اولادكم، ما تفكروا انه بكره رح يجي ورح تعطوا وقت لاولادكم، ويمكن بكره ما يجي. يعني انتم عم بتقولوا بكره، وقفوا فكروا عن جد معقوله بكره ما يجي؟ شو بكون انا عملت؟ شو بكون عطيته لهيدا الولد اللي هو كل حياته، كل مشاكله بالحياه اذا بنرجع بنفكر فيها بنلاقي انه تقول 99% راجعه لعلاقته مع اهله وهو صغير.
يعني من هالقد بكير لازم نحدد أولوياتنا، خصوصا لما بتجي الامور للعيله. يعني نحن اليوم نطلع على مجتمعاتنا بنلاقي انه اغلبيه الحديث عم نسب على حدا، عم نحط الحق على حدا لانه نحن حاسين انه مصدومين بكل شيء. هون نداء انه حدا يعطيني حدا بحياته قطع ما قطع عليه صعوبات. هالصعوبات رح يكون عندها ميك اب او كوستيم، كل يوم بيجي بطريقه، يوم بيجي بصحتي، يوم بيجي بمصرياتي، يوم بيجي بعلاقاتي، على طول في شيء يقطع علينا. ولما بلشت الحديث قلت شلت، اليوم بطلت اقول انا شلت، اليوم صرت اقول اجاني بالحياه دروس، وكل درس بدل قبل كنت اقعد ابكي وما افهم شو بدي اعمل، هلا هو جاي الدرس بكون عم شوفه عم يضرب، بتطلع بقول وين النقطة اللي أنا فيني ركز عليها حتى خليها تكبر. وهون بيجيك العالم اللي بتقول توكسيك بوزيتيفيتي، إنه ليكي هيدي وين بالا. أنا ما عم بقول تخدروا وخلص لا في أون روز، لا، الحياة فيها الأبس أند داونز، بهالداون اللي عم بيقطع بدل ما أقعد بقول أنا ضحية، جرب ركز على الدرس اللي معقول تتعلمه. ويمكن كثير اوقات بنكون كثير معصبين ما بنشوف الدرس، بس هون بنرجع على الايمان وبنقول بدي اتكل على الله وبدي يكون عندي الصبر حتى انطر تقطع يقطع هالتحدي لاتعلم منه بعدين. كلمة أخيرة ديما لكل يلي عم بتابعونا، إذا كان اليوم آخر يوم بحياتكم، وقفوا غمضوا عيونكم وفكروا شو هو الشيء اللي بتحبوا تغيروه لحتى تكونوا مش عتلانين هم تفلوا، وخذوا خطوات وما تبلشوا خطوات بدي غير كل حياتي بس ما راح تصير. خذوا هدف واحد، فكروا مثل السلاد، اذا انا بدي اعمل سلاد شو هن الانجريديان؟ قد ايه حقهم للانجريديان؟ من وين بجيبهم وكيف بدي قصهم؟ وهيك بصير عندي سلاد. فكروا باهدافكم بهي الطريقه وشو، وعلى طول حطوا انه اليوم ممكن يكون اخر يوم. شكرا كثير لحضورك الحلو معنا، الحلو مثل قلبك ومثل شكلك. شكرا كثير على كل كلمة، على كل شغلة بتعطينا دايما من بعد اللقاءات معك فرض لحتى نعمله ونبلش نشتغل عليه لنكون عن جد عايشين بسلام نحن بيننا وبين حالنا. فاصل قصير مشاهدينا، تفضلي. عندي شغلة واحدة، إذا حدا بيهمهم يسأل أسئلة أنا رح روح على إنستغرام بعد الحلقات واخذ الكويشنز على انستغرام، سو اذا حدا بهمه فيهم يروح على انستغرام ويسالوا كل الاسئله. اهلا وسهلا فيك مباشره بعد الهواء ومباشره بعد حلقاتنا كل نهار تنين مع ديما اسطنبولي. اللايف كويستشنز اند انسرز كيو اند اي على صفحتها ديما اسطنبولي على انستغرام رح تكون ناشطه مليئه بالفائده دائما مثل اللقاءات معك. فاصل وبطل عليكم بلانش، خليكم معنا.